بما ان في حوالي اكتر من 500,000 طالب بيتخرج في السنه من مرحله ثانوي وداخلين الكليات والجامعات، يبقى من اهم الحاجات اللي لازم تفكر فيها ايه الكليه اللي ممكن تخليني مختلف عن ال 500,000 دول والاقي فيهم فرصه شغل مناسبه بعد التخرج. وبما اني لوجستاوي فاهلا بيك في كليه النقل الدولي واللوجستيات. اولا دي يا سيدي الكليه الوحيده في الشرق الاوسط وافريقيا اللي بتدي بكالوريوس كامل في تخصص اسمه اللوجيستكس. ثانيا الكليه دي موجوده في كل فروع الاكاديميه البحريه بدايه من اسكندريه، بورسعيد، اسوان، والقاهره طبعا فيها الثلاث فروع الدقي ومصر الجديده، واخيرا احدث فرع في الاكاديميه في القريه الذكيه. ثالثا ودي مهم قوي، شهادتها معادله من المجلس الاعلى للجامعات ببكالوريوس اداره اعمال، وده لان اللوجيستكس يعتبر احدث علوم الاداره، فبالتالي حضرتك بتدرس مجموعه كبيره قوي من مواد الاداره. على سبيل المثال Principles of Management, Financial and Cost to Managerial Accounting, Financial Management, Math and Statistics and Operation Research, Marketing and Economics, Information Technology and Information System, English and HR. بحيث انك تاخد backgrounds كاملة عن العملية الإدارية لأي شركة، وبعدين تبدأ تخش على التخصصات اللوجستية اللي مش هتلاقيها في أي جامعة من الجامعات المصرية، سواء كانت خاصة أو حكومية. هتلاقي في الكلية دي ثلاث تخصصات أساسية: Supply Chain Management, Transportation و International Trade. اجمالي التخصصات دي تخليك تشتغل في اي حتة تتخيلها، سواء كانت شركات صناعية، شركات تجارية، مؤسسات خدمية، المصانع بكل انواعها واختلاف تخصصاتها، المواني، المطارات، الخطوط الملاحية، شركات الشحن، شركات التأمين، شركات البترول والبنوك وشركات الاستيراد والتصدير. رابعا علاقات الكلية مع القطاع الصناعي، واللي عن طريقها بتقدر توفر فرص للطلاب للزيارات الميدانية والتدريب الصيفي سواء كانت جوه مصر او بره مصر، وده اللي بيديلهم فرصة كبيرة قوي انهم يدمجوا المواد الدراسية بالحياة العملية ويأهلهم يلاقوا فرصة عمل بشكل اسرع بعد التخرج. وده طبعا غير الاتفاقيات الدولية اللي الكلية عاملاها اللي بتفتح باب للطلبة انهم يكملوا دراستهم الجامعية بره مصر. وده اللي هيوصلنا لاهم حاجة، استغل الفرصة وكون في كلية مختلفة وليها مستقبل كبير، والحق التسجيل العام الدراسي الجديد في الأكاديمية البحرية كلية النقل الدولي واللوجستيات.